الله تعالى وبركاته. نحن نلتقي ثانية أيها الحضور إخوة الأخوات في هذه العملية المباركة، عملية القرعة، العملية الثانية الاستثنائية التي خصص لها رئيس الجمهورية 2000 جواز سفر على المستوى الوطني. إن شاء الله من يلحقه الأذان سنسمع صوته، سنسمع اسمه في الحين إن شاء الله. مصداقا لقول الحق جل وعلا، بسم الله الرحمن الرحيم، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. فلنستبشر خيرا ونعلم كل واحد منا ولا يستعجل أمره، أنه إذا كتب ربي إن شاء الله يكون مع الحجاج درسنا راح يخرج القرآن ما حالته. واللي مازال ما لحقوش الأذان تاع سيدنا إبراهيم الخليل يصبر ويتخذ الأسباب، وإن شاء الله في المواسم القادمة إن شاء الله يكون من ضمن الحجاج بإذن الله تعالى. وربي إن شاء الله يفرح الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول الفائزين اللقب بن خليف، الاسم حدا، المرافق سادة محمد، نعم اللقب بن خليف، الاسم حدا، المرافق سادة محمد من بلدية صيف. بلدية زوينة من بلدية صيف. نعم حدا شاهد مستغربين من قلقين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللقب ذهاب ذهاب ربيحة، والمرافق عوابد زكريا من بلدية صنيف. اللقب رحاب العالية، رحاب العالية، المرافق لشرم عمر من بلدية صالح باي. رحاب العالية، المرافق لشرم عمر من بلدية صالح باي. اللقب بابا عروج فاطمة، والمرافق ناصر محمد صالح. بابا عروج فاطمة والمرافق ناصر محمد صالح من بلدية ولاية تبان. اللقب ستة، اللقب ستة، الاسم أحمد من بلدية بير حدادة. ستة أحمد من بير حدادة. اللقب خلفي العالم، خلفي العالم، والمرافق لويوان قوقي، لويوان قوقي من بلدية صيف. يربح عفوا، والمرافق من القاضي نبيل من بلدية صيف. اللقب مسعد، مسعد فاطمة، والمرافق عساوي الحواس من بلدية صيف. بالمنية، اللقب بالمنية، الاسم زوينة، المرافق حمادة عبد العزيز من بلدية العلمة. اللقب مليزي، مليزي حورية من بلدية العلمة، مليزي حورية من بلدية العلمة. اللقب خيال رابح، اللقب خيال رابح من بلدية عين الناس. أم شريفة، والمرافق قارور أحمد من بلدية بن عزيز. المرافق زعيم محمد من بلدية عين الحجر. دين صهرة، المرافق زعيم محمد من بلدية عين الحجر. اسم السعيد من بلدية عين السبت.
طوبال السعيد من بلدية عين السبت، من بلدية العنا، عرب يوسف من بلدية العنا، اللقب عسيلة، اللقب عسيلة، الاسم منها ثلجة، الاسم ثلجة، المرافق عسيلة عمار مبارك من بلدية صيف، أبو منجل الاسم زوينة من بلدية صيف، الوالي اللقب ورقبة، اللقب ورقبة الاسم برمية، المرافق ورفحة ربح، اللقب ورقبة الاسم برمية، المرافق ورفرة ربح من بلدية تونسيا، والمرافق غرنوس مراد يخالف ديما، وغرنوس مراد من بلدية صيف. ديك 10 سنين دايره هادو فيها تو وما قبل قطعت 5-7 سنين مكتب شرعي مكتب شرعي ان شاء الله يكتب ربي ان شاء الله وين كان ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ان شاء الله قال فيك لا قبل لي مازال ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله واش نقول واش هو داك دار مره ويا سجل في القرعه سجل قريب 10 خطوات يا سجل ان شاء الله كتب ربي ان شاء الله وترى تكون مرتاح كل حق الوقت ان شاء الله ان شاء الله كل حق الوقت ان شاء الله مبروك عليكم انا مازال ما سمعتش مازال ما سمعتش حتى نروح نقولها ان شاء الله يا ربي تروحوا ترجعوا بسلامه ان شاء الله يعطيك الصحه مره مكتوب قدام مرة درتي الحجة؟ الله إن شاء الله يكتب لك ربي إن شاء الله إن شاء الله يا ربي النية النية تاعك تحجي النية تاعك الله ساك حجيت وراك كون يحكم عليك رب العميز ما كايناتش إن شاء الله راك راك فين في الحج روحي لعمرات بصحة وقلت لك مبروك ودي الحجة 79 سنة و 15 قرعة لا يعني لا والله هاوت ما كتب لكش ربي الحاج ان شاء الله يكتب لك ربي العام الجاي ان شاء الله الحاج قد عندك يعني من جهده من 45 حتى ال 60 صفيح صفيح الحاج كيف اسمك الحاج ها اسمك الحاج من بلديه دمه كل ما خمس نعقب المره اخرى ان شاء الله 13 عمره وانا اللوش وموحى وخرج ما نخرج ليه يعني ما كتب لكش ربي الحاج يا الله المكتوب تاعي عبد عباد هما المكتوب تاعنا العلمة تروح والهيل تروح والدنيا تروح والسقيف ما تروح ليه ما هزيتوش حتى حاجة منه كغط ما هزيتوش من سقيف ليه هذا ان شاء الله يكتب لك ربي الحاج ان شاء الله ان شاء الله تروحي شهاده التسجيل استلموها من البلديه هذه ماشي خدمه نداء تاعك نروح مره بركينا كعدتي الحج عاد على يد عبد بركينا شنو 10 شهور 86 10 دنيا 10 خطرات انا نسجل لم دير فاطمه ما حبوش يعطيوني هذيك السما كاميرات ما تمش ما قالش اللي قادر العدل هما هنا يقصوها يحكموا هذا يبيعوهم الصور بارك الله فيكم ربي يعطيكم الخير ربي يبقي عليكم الستر ان شاء الله ربي يحميكم ربي يستركم ويحفظكم ان شاء الله في الدنيا وبين الاخره وربي يعطيكم ما تتمنوا كيما راكم تحوسوا مبروك عليك يا سي عبد السلام يبارك فيك يا سي عاشور عليك ان شاء الله يا ربي قد عام انت تشارك في 15 القرعه 15 قرعه 15 كانت عمري 40 راني في 59 الله يبارك الله يبارك سما خرجت مرافق مرافق لامي الوالده الوالده تاعي مبروك عليكم ان شاء الله يعطيكم الصحه وراي الوالده عبد السلام اي فضل اي فضل والله كان هذاك وين جبتها ان شاء الله يا ربي الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله الامين وعلى اله وصحبه ومن اتبع رضوانه الى يوم الدين اما بعد كما حضرتم وشاهدتم معنا في هذا اليوم المبارك قرعة الحجة الاستثنائية لعام 1439 هجري الموافقة ل 2018 هذه القرعة الاستثنائية التي خصص لها السيد رئيس الجمهورية عدد 2000 جواز سفر لآبائنا وأمهاتنا الذين سجلوا في هذه القرعة أكثر من 10 مرات وتجاوز سنهم 70 سنة 2000 باسبور أو جواز سفر مفرقة على عدد ولايات الوطن الحمد لله ولاية سطيف كان لها الحظ أن عدد الجوازات التي حظيت بها 124 جواز لله الحمد والمنة كانت العملية بشفافية تامة كما حضرتم وكما لاحظتم أيضا تلك الفرحة الغامرة التي لم تسع كثير ممن كتب الله لهم أن يحجوا في هذا العام فلله الحمد والمنة مبروك على اللي خرجوا في القرعة إن شاء الله والعاقبة لما خرجوش المرات القادمة بإذن الله السلام عليكم صحة شيخنا عفوا
شكرا أستاذ. اليوم قمنا بعملية إزالة القرعة للحصة الاستثنائية التي أقرها فخامة رئيس الجمهورية، وتقدم ب 124 دفتر لفائدة المسنين الذين يبلغ عددهم سنهم 70 سنة فما أكثر، والذين سجلوا أكثر من 10 مرات ولم يسعفهم الحظ للفوز في العملية الحج. قمنا اليوم كما لاحظت هكذاك بالعملية وصارت في ظروف حسنة، وهناك اللي فاز وهناك اللي لم يفوز، نتمنى لهم يفوزوا العام القادم إن شاء الله. يعطيك الصحة سيد المدير. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل سي عبد الغني. عبد الغني مسامدة عضو من الشعب الولائي ممثل في اللجنة خاصة بعملية القرعة الاستثنائية للحج تاع 2018. مهم العملية تمت في ظروف طيبة، فيها شوية مشاعر، الناس كل كانت حابة على كل حال باش تخرج، خاصة أبائنا وأجدادنا من الشيوخ اللي ما سمحهمش الحظ أنهم يخرجوا في المرات السابقة. العملية القرعة محدودة يعني فيها حوالي 118، المهم اللي خرجوا نقولوا مبروك عليهم، ربي إن شاء الله يرزقهم الصحة والعافية أنهم يكملوا هذا الفرض، فرض الحج، والباقي إن شاء الله ربي يطول لهم العمر إن شاء الله، وتكون فرصة ثانية أنهم إن شاء الله يخرجوا في فرص أخرى إن شاء الله. يعطيك الصحة، بارك الله فيك، شكرا.